بعد انفصال الأب والأم يسعى كل منهم إلى تشويه صورة الآخر عند الأبناء دون النظر إلى ما تكونه هذه الصورة في نفس الأبناء من كره لأحدهما. كان سبب إن أنا كنت أسيب اللي هو أبوهم ده ما كانش مديني إن أنا أعرف رب العيال دي. خرجت جريت عليهم بقيت أجري أشتغل أكلهم أسقيهم. جت بقى اتطلقت منه حكم عليا مضاني الشيك على بياض أدفع 150 ألف جنيه سبب ما أنا اتطلقت منه. مضاني ورقه ان انا ماليش عيال عشان يستنزل عن القضيه دي. مضاني ان انا ماليش عيال. العيال دي انا بربيها دلوقتي بجري عليهم واكلهم وبسقيهم ومعايا عيل معاهم مش راضين يخلوني اشوف. عند دلوقتي 15 سنه حاكمين عليا ان انا ما اشوفوش ولو شافني يقولوا له امك دي وحشه امك فيها امك تساوي. هم حبسوا مني الثلاث عيال في اتنين جولي من حنيتهم من اكل ومن شرب عليهم. التاني خدوه من هو صغير ما خلونيش اشوف لحد النهارده. خدوه طفل عنده سنتين عنده دلوقتي 15 سنه نفسي اشوف. يعني المأساة اللي حضراتكم طبيعتوها دي رغم قساوتها إلا أن هي يبدو أن هي مأساة متكررة موجودة في المجتمع المصري وفي غيره من المجتمعات أيضا. فضلت الإمام يعني أب يحرم أم من أن هي تشوف ابنها لمدة 15 سنة يعني إمعانا في إذلالها بعد الطلاق. هو مش قضية إذلال فقط قضية عقلية. هو عقليته كده قد لا يكون ينوي الإذلال لكن هي عقليته كده أنه يريد الانتقام. طبعا بعض الناس هيقول لك طب وإيه الفرق بين الإذلال وبين الانتقام أو بين كذا إلى آخره. الإذلال ده نوع من أنواع الأمراض النفسية. يعني هو شايف روحه أنه مش مريض نفسيا لكن هو أخلاقه لا فيها نوع من أنواع القسوة بيعاقبها. بس أنا برضو في دايرة خلي بالك احنا بنتكلم دلوقتي وكأن الست يعني لان احنا تعاطفنا مع هذه الحالة والست صادقة وهو الراجل كان كده لكن ايضا في الانواع الاربعة موجودة. الطيب مع الطيبة موجودين انفصلوا لكن هو طيب وهي طيبة او طيب مع الشريرة او الشرير مع الطيبة او الشرير مع الشريرة. الاربعة موجودين في حياتنا. في ستات بتعلن الحرب على الرجال مستعملة للأطفال بطريقة مش ممكن مش معقول. عايزين نغير ده ونخلي كل طيب وطيب ولما حتى يبقى فيه شر في أحد الجانبين المجتمع يضغط عليه يعمل سلطة يخلي إنه ده عيب يخليه هو نفسه قدام نفسه أو هي قدام نفسها عيب تعملي كده أو عيب يعمل كده. فإحنا أمام الحقيقة حالات مختلفة. أولا الطيبة والشر ده الطيب والشرير ده موجودة في الأصناف الأربعة. الرجل والست تضربها في الطيب والشرير يطلع أربع أنواع. وكذلك هو الأبناء واحد ولا الأبناء متعددين ده عقدة تانية. متعددين قصد حضرتك في السن مثلا؟ لا متعددين في يعني هو ولد واحد ولا عيلين أو ثلاثة أو أربعة. وبعدين القضية الثانية صبيان ولا بنات ولا صبيان وبنات. القضية الثالثة هم أسنانهم قد إيه شهر وشهرين ولا ثلاثة واربعة ولا عشرة وكده إلى آخره. وإحنا عندنا بقى القانون ما شاء الله خلى الطفولة لغاية سن 18 سنة. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي فترة للحضانة هتمتد إلى 18 سنة وبعدين كمان ركبها متركبة المسألة متركبة. بيقول طيب ايه هي نقدر نقول بانتهاء الحضانة. لو الام ماتت الحضانة مش هتنتقل الى امها مش الى الزوج لو الزوجة الام دي ام العيال اللي هي الطليقة
اتجوزت برضو تنتقل الى امها فاختها وهكذا من طرف الام، لانهم في الحقيقة احن بطريقة طبيعية غير مبررة وغير مفهومة. حب الام لولادها حب عجيب، ولو ان الام مش بتحبهم الحب اللي هو العجيب الغريب اللي احنا مش عارفين نفسره ده، يبقى عندها مرض، يبقى هي عندها مشكلة. لو ما كانتش كذلك، في طبعا واحد في المليون واحد في الالف، لكن على كل حال دي عملية مركبة، وهو ده اللي بيخليني اقول وعيد وازيد ان الامر يعرض على حضرة القاضي. طيب ويدرس هو بقى كل الحالة بحالتها وكمان بالاحوال المختلفة وبالسنين المختلفة، وما فيش حاجة اسمها كده، وكل شوية يروحوا للقاضي والقاضي يحكم لهم، واحكام مرحلية لغاية ما يخلص ابتدائي، لغاية ما يخلص اعدادي، لغاية ما كذا مش عارف ايه وهكذا. ولكن يعني فضيلة الامام في الشريعة رأي الدين ما قسمهاش برضو في السنوات، يعني ما يعني ربنا ما قالش مثلا اللي هو اصغر من سنة يفضل مع الام، وبعد كده اللي هو في مرحلة المراهقة يجب ان يكون مع الاب وهكذا؟ نص شرعي ما فيش في القرآن شيء من هذا، انه بيحدد اسنان معينة، وفي السنة يمكن حديث، والحديث واقعة حال، وفي في الفقه انه لغاية 9 و12، وحسب الحال بقى الاب هنا يجي ماسك بالنص ده اللي موجود في الفقه ومش موجود في الكتاب والسنة وموجود في الفقه، معناته ايه؟ معناته انه حكم زمني، يعني حكم صلح وكان يصلح الابناء في زمن معين. زمن ما فيهش تويتر وفيسبوك، زمن ما كانش فيه اتصالات ومواصلات، زمن ما كانش فيه هذا الزخم من العلاقات والتدخلات. ده احنا بقينا في الجوار، ده انا امريكا وبيحدث فيها الحادثة، واليابان قاعد اشوفها على الساتلايت في نفس الوقت. زمن اخر، ما هوش هو الزمن ده. فقال عليها 9 و12، 9 للولد و12 للبنت. لا، 9 للبنت و9 للولد و12 للبنت. نعم، 9 للولد. فده زي ما حضرتك بتقول لنا ده حكم فقهي كان يصلح في زمن، لكن ما في حكم فقهي تاني انه 15 للولد والبنت الاثنين، وفي حكم تاني الى ان يستقل بنفسه، وكلمة يستقل بنفسه دي خلتنا رحنا فاتحينها ونقول الله، طب افرض ما عرفش يستقل بنفسه الا وهو عنده 20 سنة او 18 سنة، قال يفضل كده، يفضل تحت الحضانة وهكذا. القضية في غاية التعقيد وفي غاية الاختلاف، ونريد ان نمسك بمفتاحها، مفتاح الصندوق. ايه مفتاح الصندوق؟ مصلحة الطفل، هو ده مفتاح الصندوق. انا مستعد ان انا اسمع وافهم واستوعب، وانا عامل على عينيا حاجة اسمها نظارة مصلحة الطفل. هسمع الست من شكواها من الرجل او من وجهة نظرها، وهسمع الرجل كذلك، وهسمع كل ما يمكن ان اسمعه حتى من خبراء وعلماء وكذا الى اخره، علماء نفس، علماء اجتماع، وعلماء اسرة. وبعدين انا كقاضي حاطط على عينيا فين مصلحة الطفل في اللي انا سمعه ده كله، واجي حاكم بمصلحة الطفل. دي الشريعة الإسلامية بقى، دي الشريعة الإسلامية. لكن انا مش عايز اروح في الكتب فلاقي قيل 9 و12 وقيل 15 وقيل 18 وقيل الى ان يستقل، وتوه بقى ونطبق ايه دلوقتي وهكذا. انا عايز افهم الشريعة ماذا تريد، خاصة وانه ليس هناك نصوص واضحة، مش نصوص، ده ما فيش نصوص اصلا لا في الكتاب وليس هناك نصوص قطعية واضحة في السنة. طيب فضيلة الامام، هل هناك يعني بعض الصفات السيئة التي اذا توفرت في الاب او في الام يجب ان لا يتمتعوا بحق الحضانة؟ يعني البعض ممكن يكون على خلق سيء للغاية، البعض يكون ممكن طبيعة عمله غير مناسبة، وبالتالي خلينا اذا كنا عايزين ندرس الحالة دي مع القضاء نقول كمان ايه الحاجات اللي ممكن تكون سيئة جدا وتنأى
ينقى المجتمع بالأطفال من أنه يسيبهم مع الأب ده أو مع الأم دي. نمرة واحد الانحراف، والانحراف ده معناه أن الأم أخلاقها مش تمام، أو أنها بتشرب مخدرات، أو أنها مدمنة على الخمر، أو أنها اتجننت، قدر من عند الله كده، والأب كذلك. نمرة اتنين السفر، السفر يعني يكون مش موجود مع الولاد أصلا، يعني هو مسافر، أو تريد أن تسافر ومعها الطفل وتعيش بقى حياتها. تقول لك هو ملوش دعوة بيا، هو كذا. على فكرة برضو القاضي هو اللي يحكم في كده. تقول لحضرة القاضي الراجل ده ما زارش ابنه بالرغم ان انا لا امانع اطلاقا ولا كده، اديره 10 سنين وانا عايز اسافر، انا موظفة في الامم المتحدة. فلما يلاقي موظفة في الامم المتحدة وان الولد ناضج عنده 10 سنين وانها هتسافر فهيكمل تعليمه في جامعات يتشوف لها الناس، وانه انه انه الكلام ده غير لو ان امه منحرفة وانها مدمنة للخمر او مدمنة على المخدرات او كذا، ده ما هو القاضي برضو ليه نظرته. فوانت يعني قاعد كان في روحك كده وسايبهم وعمرهم ما شافوك ديرك 10 سنين وجاي النهاردة تقول لا ما تسافريش، انت واخد بالك؟ فاذا كلها تحتاج الى تقويم، كل مسائل الحضانة هي تحتاج الى حضرة القاضي اللي لابس نظارة بتقول مصلحة الطفل بالرعاية والعناية. فإيه اللي يرد؟ الجنان يرد، الإدمان على الخمرة ولا المخدرات، الانحراف يرد، السافة الله واحدة سفيها يقول لك ده أنا كفي مخروم. مخروم إزاي؟ أي دخل ما يبقاش عندها 3 أيام وبعدين تدخل بقى العيال في شيكات وإيصالات السجن اتسجنت، فخلاص السجن زي الموت، أخو الموت على طول. إذن برضو لما نبحث طب إيه الجامع بقى ما بين ده كله؟ عدم الاهتمام أو الرعاية، مصلحة الطفل اللي هي الحضانة اللي هي الرعاية والعناية. يبقى إذن إحنا عايزين المفاتيح دي نحفظها، لأن هي دي اللي هتنفعنا، مش هينفعنا تفاصيل الأحكام. تفاصيل الأحكام تعين القاضي، تفاصيل الأحكام تفتح مخه، تفاصيل الأحكام تساعده وكده. يعني المحامي دي فكرة المحامي بيروح يعمل إيه؟ المحامي بيحاول يساعد القاضي، يساعده، ينور المحكمة، ينور المحكمة، يحط إيده على حاجة القاضي مش واخد باله منها. يبقى الدفاع ده هو، وهو بيقول مش ما يقصدش أكل أموال الناس بالباطل ولا تضليل المحكمة، هو يقصد خلي بالك يا حضرة القاضي من النص ده اللي معناه كده، خلي بالك ان غيرك من القضاء حكم بهذا في الوقت الفلاني وبرر وعلله، خلي بالك ان في محاكم اعلى منك بتقول وبتسعيد، خلي بالك ان في فقهاء من اساتذتك ايها القاضي قالوا عادوا في لما ودرستهم في الكلية. هم القاضي المحامي بيبذل مجهود ان ينير للقاضي الطريق، لكن هو لا يتحكم في القاضي طبعا. والقاضي بقى ياخد المعلومات دي كلها ويعمل زي النحلة اللي بتاخد الأزهار ويعطي عسلا، يطلع بقى بعد ما يعيش في القضية يدي عسل، اللي هو احنا بنقول يا جماعة اوعوا تقولوا على العسل مر، واوعوا تقولوا على العسل بصل، العسل عسل. طيب فضيلة الإمام، احنا يعني هنخرج إلى فاصل قصير، وعايز أذكر السادة المشاهدين أنه بعد هذا الفاصل هنبدأ في تلقي أسئلة حضراتكم حوالين موضوع الحلقة، وحوالين كمان كل التساؤلات اللي حضراتكم تحبوا تطرحوها على فضيلة الإمام. بفكر حضراتكم مرة تانية بالسؤال اللي احنا طرحناه عليكم على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كيف يمكن حل مشكلة حضانة الأبناء عند انفصال الزوجين من وجهة نظركم؟ وهل تؤيدون هل تؤيدوا تخيير الأبناء في الانضمام لأي من الطرفين؟ فاصل قصير ثم نعاود حوارنا مرة أخرى في والله أعلم.